على أساس نكون رقم واحد. نحن مراهنين على هالشباب الطيب، والله يوفقنا إن شاء الله. والعرب عندهم كمية جبارة من الطاقة والأفكار النيرة إن شاء الله. سمو الشيخ منصور بن زايد علمنا جميعا كثير من الدروس، منها تمكين الشباب ليس كلمات تزين الصحف، بل إن مستقبل الشباب أمانة وإخلاص واجتهاد. فمن هذا البرنامج الأحلام تتحقق. اليوم يجتمع معانا 100 شاب وشابة، نخبة من الشباب العربي، واليوم بداية لصناعة أفضل إعلام عربي. أهم ما أنجزوا هذا الملتقى أنه جمع الشباب بين بعضه. كرر دعوتي لكل هالشباب اللي التقينا فيهم أنه يكونوا أداة أساسية نشر الخير بين أبناء مجتمعنا العربي.